الفجر سبور الكاتب العام لفريق جميع اصدقاء رياضيه ماتش كره القدم داخل الساره. كيفاش قام هذا الحفل الرياضي اللي نظمتوه اليوم؟ كان حفل باهر صراحه سواء بالحضور او بالتكريمات، كيف قام اكثر من هذا الحفل الرياضي اللي عرف كذا التكريم بعد الوجوه الرياضيه والجمعيه والدينيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكرك السي عبد الحفيظ وضبجي على التغطيه على قناه فجر، كنشكر جميع الصاحبين على هذا الموقف الاخباري. كما كننسى حضور السيد باشا اللي عطاه واحد القيمه لهذا الحفل الرياضي اللي كان بحضور السيد باشا منذ انطلاقه ديالو الى حتى تسليم الحافله. طبيعه الحال كما جاء في الكلام ديالك السي عبد الحفيظ، الحفل كتقوم به الجمعيه بمناسبه ديال الاستفاده ديالها من هيبه من طرف جميع الملكه المغربيه لكره القدم والوصف الوطني لكره القدم المتنوعه. وبهذه المناسبه كنشكر السي بوزي الرجاع وكذلك السي طه المنصوري على هذه البادره اللي كيفكروا بالفرق وكيفكروا باش يزيدوا بالقدام بكره القدم داخل القاعه. بالنسبه للحفل ديالنا اليوم تم التنظيم ديالو بشراكه، اولا بالتنسيق مع جمعيه مرتين وبشراكه مع الجامعه الترابيه لمرتين من اجل تحت شعار الرياضه قاطره للتنميه المحليه. لماذا تم اختيار هذا الشعار؟ هذا الشعار بان الاقلاع كيتم، فهمتي، الاقلاع الرياضي والتقدم والازدهار يعني على المستوى المحلي، بان الرياضه هي احد الاساسيات بانها تساهم هي في التطور والتنميه المحليه بطبيعه الحال. هذا الحفل هذا كذلك عرف تكريم مجموعه من الوجوه المحليه اللي سدت خدمات جليله لمدينه متين، سواء كرياضيين او فاعل جمعويين في المجال البيئي او في المجال الثقافي. حضور معنا كذلك الداعمين لسبونسور ديالنا الملاهي تعليم السياقه، كذلك شركه بستوب للحلقه والتجميل، كذلك شركه نعمان للخدمات، كذلك الكترو ستار نورت، وكذلك شركه بيربيك. هذو داعمين اساسيين بطرف يعني كيدعموا الفريق. سي فؤاد، كيف كتشوف كيف كان الشعور ديالكم اثناء سميتو هذاك تسليم الحافله من طرف كان السيد باشا والنواب ديال مجلس الجماعه مارتيل، حضور قمر شاكور اكرام سعد قرواني عديد من الوجوه والمنتخبه. بطبيعه الحال سي عبد الحفيظ كنشكر السيد باشا مدينه باسم ودوش على الحضور ديالو وعلى الدعم ديالو، لانه دائما كيدعمنا الحمد لله وفي تواصل دائم مع الجمعيه ولا مع الجمعيات الاخرين يعني في جميع المجالات، يده ممدوده وبابه مفتوح دائما. وكذلك كنشكر السيد مراد امني والرئيس الجامعه الترابيه لمرتين، واخا ما حضرش لان كانت عنده شي التزامات او عنده شي حاجه شخصيه تحضر عليه الحضور منه وما يحضرش، ولكن كنشكرو حتى هو بدوره يساعد الفريق ويتواصل معنا، وكذلك النواب الرئيس كلهم والاعضاء والعضوات ديال الجامعه كذلك والفاعلين الجمعويين اللي حضروا معنا اليوم، رؤساء الجمعيه كلهم باسمه وصفته، والحضور الكريم كذلك اللي جاي يدعم هذه الباديه ويدعم معنا الفرحه ويشاركنا هذه الفرحه الكبيره. الرئيس السابق ديال جميع الاصدقاء مارتيس من ميلان قال بعض الكلمات ديالو، قال ان السي باشا كان واش خير فالخير منذ القدوم ديالو. كيفاش قالنا؟ شرف كان على الفريق. هذه مقوله صحيحه، لان لمسنا من قدوم السيد باشا المدينه سي مراد الدوش جاء كباشا المدينه، شحال من حاجه تبدلت، شحال من حواجز تكسرت، الباب وكما تفضلت قلت لكم بان الباب ديالو مفتوح، تواصل دائم، رجل التواصل ورجل الكلمه، اذا عطى الكلمه كيوفي بها، ورجل كما كيقول انا الباشا، انا الباشا الجميع، ليس الباشا لفئه معينه او لشخص معين كما كان في السابق بكل صدق. كما كان في السابق طبيعه الحال سي عبد الحفيظ كان هناك بعض الجمعيات هما اللي يستفيدوا من بعض الجمعيات في السنوات السابقه، بعض الجمعيات تمدوا لهم يعني اشياء فوق طبق من ذهب وامتيازات وبعض الامور. دابا باشا للجميع، باشا للجميع كما كاين رئيس الجامعه للجميع، فهمتي، والقانون فوق الجميع، وكنثمنوا جميع المجهودات اللي كيقوم بها عامل عمل المضيق في النظام، وكذلك صاحب الجلاله اللي كان الرياضي الاول صاحب الجلاله محمد السادس نصر الله اللي هو كيرفع بالرياضه عامه. شي كلمه على الفريق في المسيره ديالو خلال هذا الموسم؟ الفريق في الافاق ديالكم في هذا الموسم عنده كيتوفر على حتى سنه بشريه مهمه، كنا زعما
حاطين بأني الصعود حلم الصعود تحقيق ديالو هاد السنة. كره في البداية كنت مع واحد المدرب كان تعثر مع الفريق ما جابش نتائج مزيانة، المهم الحمد لله في صبر الترتيب يعني لا خوف علينا في صبر الترتيب هاد العام قلنا نكونوا فريق يكون ممتاز ونطلعوا عاوتاني من فريق الشبة اللي هو الفريق الثاني تركيبة باش جديدة اللي طمعوا طعموا به الفريق ويكون ان شاء الله الخير في السنه القادمه. دابا كاينه الحافله غتساعدنا بزاف د الامور، اكراهات كبيره من ناحيه التوفر مصاري ديال النقل صراحه الجماعه الترابيه ما قصرتش من الجانب ديالها، كانت كتخلي دارها الاشاره للحافله ديال الجماعه كنطلبوها كنصيبوها، ولكن فين كتكون عندك الحافله ديالك كتفتح افاق جمعيات اخرين كيبقاش هذاك الضغط كيبقاش هذاك فهمتي تسنى عندك حقا ولا يكون كتكون تأثير معنوي حتى تفكير تفكير طبيعة الحال. دابا ولات عندك حافلة خاصة اي وقت هي تحتاجها هي موجودة. شكرا سي فؤاد، شكرا الكاتب العام لفريق جمعية ريد الأزرق مارتيت بن نوفل وفؤاد غني عن التعريف بالحب ديالو لهاد المدينة وخصوصا بالفريق اللي خدم عشيه كثير الخدمات الفريق جمعية الأزرق مارتيت.